في معتمدية لوكريب من ولاية سليانا أغلقت المؤسسات التربوية أبوابها بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا وسط مخاوف من ظهور إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس والتي تعرف بالطفرة البريطانية. الطفرة البريطانية هذه سلالة جديدة اللي من الخصائص متاعها عندها سرعة الانتشار متاعها معناتها كبيرة ياسر، وهك علاش احنا نسبة الحالات الإيجابية هي مرتفعة. تصور 40 حالة إيجابية من أصل 52، معناتها نسبة الحالات الإيجابية أكثر من 80%. سجلنا إلى حد يوم أمس ومنذ بداية الجائحة 2913 حالة إيجابية، مع سجلنا إلى حد يوم أمس 124 حالة وفاة إن شاء الله ربي يرحمهم. بالنسبة إلى يوم أمس جاتنا نتيجة 67 تحليل، جاتنا منهم 45 نتيجة تحليل إيجابية. اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا اتخذت عدة إجراءات أهمها رفع الكراسي بالمقاهي ومنع انتصاب الأسواق الأسبوعية وغلق الحمامات في الوقت الذي كثفت فيه الدوائر الصحية من رفع العينات وإجراء التحاليل اللازمة. كنا نعمل في عينات ما يزيد على 50 عينة يوميا، وفي نفس الإطار يقع رفعها يومين إلى يعني إلى التحليل في الانستيتيو باستور. أهم الإجراءات هو غلق المدينة أمام الدخول والخروج إلا في الحالات الاستثنائية، كما زاد تم تعليق دروس بالمدارس والإعداديات والمعاهد، وكذلك وقع غلق السوق الأسبوعية. وكانت منطقة وادي اللوز الريفية بلوكريب قد سجلت إصابة 18 شخصا بالفيروس في انتظار صدور نتائج التقطيع الجيني لعدد من الحالات المشتبه في حملها للسلالة الجديدة.